معالي اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية الاحتياطية بالقوات المسلحة يقدم كلمة بعنوان تمكين أبناء الإمارات لتحقيق المواطنة العالمية. يهدف الإطار العام للمواطنة العالمية إلى إنشاء جيل جديد متمكن علميا وفكريا يساهم بفعالية في قضايا العالم ومواجهة تحدياته من أجل ضمان مساحة كافية من الحرية والاندماج والأمن والسلام لجميع الأفراد. قمة أقدر العالمية الثالثة تنمية العقول لازدهار الأوطان.